الحلقة الثالثة عشرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا في الباب الثالث، أسئلة هامة في البيوع. الفصل الخامس، أسئلة الناس حول أسباب النزاعات بعد البيع. ايه أسباب النزاع بعد البيع؟ السبب الأول، واحد عنده ثمار وأشجار فباع الثمار والأشجار. لمن هذه الثمار بقى؟ الثمار اللي طلعت لمين؟ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أبرت يعني لقحت، يبقى لو لقحت صاحب الأرض الأصلي ياخد الثمر. طب لو ملقحتش، المشتري هو اللي ياخد الثمر. السبب التاني، واحد ادعى انه دفع فلوس والتاني بينكر، او واحد ادعى انه استلم البضاعة والتاني بينكر، نعمل ايه؟ الطريقة بتاعتهم طريقتين، يا اما طريقة الصلح ناخد حل وسط، ده يتنزل شوية وده يتنزل شوية الموضوع يمشي. قال الله تعالى: والصلح خير. وعن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. الطريقة التانية الحكم القضائي، مين اللي بيدعي انه دفع؟ فلان، نقول له هات بينة ان دفعت. ما جابش بينة اللي هي شاهد او ورق مكتوب، نقول للي مدعى عليه بقى احلف، حلف ليس له الا ذلك. لحديث البينة على من ادعى واليمين على من انكر. السبب الثالث في النزاع هو التعامل مع محجور عليه. واحد بيتعامل مع محجور عليه، ما حكمه؟ لا يحق له المطالبة إلا بعد فك الحجر. طيب، فلو كان الحجر دوت لمصلحة المحجور عليه كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون، ينتظر حتى تزول العلة. ولو كان الحجر على الإنسان لمصلحة غيره كالحجر على المفلس أو المريض مرض الموت فيما يزيد عن الثلث، فالكلام مع الورثة بقى، الورثة هم اللي يتكلموا. طب من يتولى أمر المحجور عليه وكيف يتصرف؟ الأب إذا كان عدلا رشيدا ثم وصية، ويجب أن يتصرف بما فيه الأنفع لهم ولا يأكله، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. طب السبب الرابع، مدين بمليون وعنده أصول باتنين مليون، يحجر على الأصول بقيمة المليون ويترك له المليون الآخر، فإن امتنع بيع هذا هذه الأصول اللي هي قيمة مليون ويسد منه الدين عليه. طيب السؤال الخامس، ما حكم من اشترط شرطا في البيع؟ الشروط في البيع ثلاثة، شرط حرام ويبطل العقد، التاني شرط حرام ولا يبطل العقد، التالت شرط صحيح، شرط حلال صحيح ويلزم في العقد. طب ايه الشرط الحرام اللي يبطل العقد؟ شرط الربا، شرط غرامات التأخير، ده يبطل العقد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق. النوع الثاني شرط حرام بس العقد صحيح، زي اشتراط عدم البيع. اشتراط عدم البيع ده شرط حرام، او اشتراط انه ما يأجرهاش، او اشتراط انه ما يبنيهاش، او اشتراط لو أجرها يأجرها له هو، ده كل ده شروط محرمة، اعتداء على صاحب الملك. الشرط الثالث شرط حلال ويجب الالتزام به، زي ايه الشروط الحلال الالتزام به؟ انه مثلا يديني فرصة استخدمه لمدة شهر، زي الراجل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جمل واستأذنه ان يحمله حتى يصل الى المدينة. طيب السؤال السابع، ماذا نفعل اذا طلب احد طلب
الرجوع في البيع، لو حد منهم طلب رجوع في البيع، عندنا ثلاث حالات. في حالة يجب عليك الرجوع إذا كان له حق للرجوع الشرعي والخيار. طب حالة تانية مستحب الرجوع إذا لم يكن له خيار وقبل الطرف الثاني ليقيل الله عثرته يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. ولا يجوز الحالة التانية، لا يجوز الرجوع. امتى الكلام ده؟ اذا لم يكن له خيار والطرف الثاني لم يقبل، لانه استوفى الشروط والاركان فهو عقد صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرق. بمفهوم المخالفة يبقى لو اتفرقوا لزم البيع وليس له خيار. السبب السادس، ايه انواع الخيار؟ عندنا خيار المجلس، ان انا ممكن ارجع في البيع وانا قاعد في المجلس، اللي هو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. خيار الشرط، ان انا اشترط عليك ان انا عقد واجربه لمدة اسبوع وبعد كده ارجعه لك تاني لو مش عاجبني، ده اسمه خيار الشرط. وزيها في الأسواق، ياخد البقرة على 10,000 ويمشي في السوق عشان يبيعها وزي ما تيجي معاه بقى، بس لو ما بحاش حتى آخر اليوم يرجعها تاني طريقها، يرجعها لصاحبها. خيار العيب، إن الواحد يشتري حاجة اللي فيها عيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ونهى عن تلقي الركبان، ونهى عن الناقة المسراة. طيب كم مدة الخيار في الناقة المسراة؟ 3 أيام، يرجعها ومعها تمر. بعد كده طب ليه تمر؟ لأن أنت ما تعرفش كمية اللبن اللي أنت خدتها من ورا الراجل دوت. الراجل كان قاعد 2-3 أيام ما مصريها، يعني رابط حلمتها. فعشان الشرع عارف أنه لا يمكن الاهتداء إلى تقييم فعل لذلك، إيه اللي حصل؟ الشرع هو اللي حدده. زي الدية، كل واحد عنده ابنه أحسن أغلى ابن في الدنيا، فالشرع هو حدد الديات للفقير والغني. عندنا خيار الغبن، خيار الغبن إن أنا أبيع البضاعة بسعر لا يتسامح فيه، أو أبيع السلعة لا يتسامح فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل يخدع في البيوع، إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة تلزمني. والقياس على تعقيد جلب، تمام. عندنا بعد كده السبب السابع، الإخلال بشروط المسابقة. هي المسابقات، الدليل أن المسابقات مشروعة، أن رسول الله سابق بين الخيل التي أضمرت في الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر في الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها. إيه المسابقات المحرمة؟ المسابقة اللي فيها غرر، الناس بتتسابق وما تعرفش تتسابق على إيه. ويشترط في المسابقة تعيين الرماة في المناضلة أو المركبين في المسابقة. ب، اتحاد المراكب. ج، تحديد المسافة. د، أن يكون العوض معلوما. يبقى المسابقة فيهاش غرر، يكون متحدد المراكب متحدد المسافة وما يكونش فيها أي غرر. المسابقات اللي فيها ميسر، كل واحد من الناس بتدفع 10 جنيه وواحد بيفوز بندفعه حاجة. المسابقات التي فيها عوض ليست في ادوات الجهاد زي الخيل والابل والسهام، دي كلها تجوز لان دي من الجهاد في سبيل الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم.